ليه تنظم السعودية بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؟ السؤال الأهم، ليه اخترعت السعودية هذه البطولة؟ في هذا التقرير بنشرح لك الأسباب وسياق التاريخ. في أكتوبر 2023 أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم ابتداء من صيف 2024، واللي يخدم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. تهدف الاستراتيجية إلى رفع جودة الحياة، تحقيق أثر اقتصادي عبر المساهمة في الناتج المحلي بنحو 50 مليار ريال، واستحداث 39 ألف فرصة عمل بحلول 2030، وتطوير الكفاءات والمواهب الوطنية استعداداً للمستقبل. في نفس السنة تم تنظيم موسم الجيمرز الأول، وكان قيمة الجوائز 2 مليون دولار. بعدها بسنة واحدة بس انطلق موسم الجيمرز الثاني، واللي ارتفعت فيه الجوائز لرقم قياسي في وقتها، بلغ 45 مليون دولار. وفي نفس هذه النسخة استطاع الفريق السعودي Twisted Minds انه يحقق المركز الأول. أما الحين تنطلق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، واللي وصلت جوائزها ل60 مليون دولار، وبتنافس عليها 1500 لاعب محترف في 22 بطولة ومن 21 لعبة، في رقم تاريخي مذهل وحدث رياضي وثقافي ما صار من قبل.